خديش وصلتك من انفيتاسيون تاع عرس السنة؟ سنة وصلوني أربعة. لا حتى واحدة. ثلاثة كاو برشا معناتها فامي مش عارس وصحابي وحبابي. طيب واش توصلنا فما عرس وتو يصلح زيد 16 والله تقريبا 11 6 7 حاجة كيما هكا. ولا واحدة ثم 15 20 انفيتاسيون. ثلاثة مازلت لتوا زوز كاو 12. لا مازلت والله بدينا يظلي سبعة. ما عنديش موصلك حتى انفيتاسيون. ما وصلتك حتى انفيتاسيون؟ لا سي عرس وجماعة الكل. والله الدعوات كثيرة وتعرف الناس توا عندنا رمضان معناها هو اللي ثم فاصل بينه وبين الصيف دونك العباد ولات قاعدة على بكري تعرس والعرس خيرات معناها بالنسبة خاصة شهر جوان. هكا تقريبا سبعة ثمانية. والله جاوني برشا انفيتاسيونات. باش تحضرهم الكل؟ صعيب. لا حضرت كان واحد. الأقرباء والفامي والأصحاب والأصدقاء. مانيش عارفة. لا صعيب ما نحضرش برشا أما الأقرب الأقرب نحضر لهم مش مشكل معناتها. مش لعب بدل الكل. والله سيليكسيوني هكا. هكا مانيش حبيبة في العريس ما بقاش نحبهم. خي. لا كان القريب القريب. أقرب هنا ولا بالمعروف هذا معروفة. صعيب ياسر. عند القريب. ظروف. ساعات تسمح ظروف ساعات لا. نحضر كي يكون هكا مناسبه مثلا نتاع قريبه ولا حاجه نمشي. تحضر ميزانيه للعرس اللي باش تحضرها انت والمدام وصغيرات؟ بيان سور الميزانيه موجوده بيان سور السنتيم يكون عنده لبسه اللي هي في مستوى نتاع الحضور للعرس خاطر الانسان اللي يحترم نفسه يحترم غيره. لازم كل عرس الميزانيه نتاعو. كل عرس تحضر بلبسه معينه؟ بالطبيعه كل عرس اللوك نتاعو. الكل عرس بتبديله. هاي بريسك احنا البنات عاد ادرى فينا. هي لبسه عاديه تاع الناس كلها معناتها شاك جور فما دبش جديد وفما كل شيء مش باش يعمل دبش سبيسيالمون باش يحضر بيه عرس معناتها. قداش من عرس؟ نفس الربع؟ نفس الربع. انا ربع ساعة نحضر. باش عرس قداش حب الفلوس تاعو؟ اللي مش عرس حبلو برشا. نزول بركه وصلت لي ما شاء الله 11 مليون. تحبلو برشا فلوس؟ 10 ملايين ساعات ما يعرسوك شتا الوقت هذا. لا انا ما اعتقدش يكون مكلف. شنو مكلف؟ يمكن 10 12 مليون. اللي يعرس اصلا مسكين هو تو في وقتنا تو ما فماش عرس. خلي له من 30 35 40 مليون. وي برشا مكلف ياسر. ما قلش من 15. لا كل واحد كيفاش يحب يكلفوا. ميزانيه بقاش يحبوا يعرسوا راهو. توا انت والعروسه اللي باش ياخذها باش يختارها كان متفاهمين او كيساعدوا بعضهم. انا ديما نقول لهم مليون تعرس ب 10 ملايين تعرس ب 20 تعرس بالقدير كل قديره قدره يعني اللي حل عينيه تحب له ميزانيه واللي يرفق شويه تحب له زاد هكاك. العرس ماني قلت لك اختي كل واحد فهمتني ولا هو والميزانيه نتاعو. نجم واحد يكلف عرسه ب 100 مليون وينجم فهمتني ولا ب 5 ملايين يعرس. يحب له تيس وزيت تحب له 4 ملايين 6 ملايين حاجه كاك. لا كاو اش فما العرس اخي 4 ولا 6 نتاع شنو؟ شوف باش يكفيو زعما هما صاله واحده 3 ملايين اخي. لازم نعرسوا في الصالات الكبار صاله عاديه المهم نفرحوا. العباد نقصت شويه عادات وتقاليد خاطرها مكلفه كل ليالي البرشه والسهريات. لا مش نقصت هو الواقع يفرض عليك تنقص لانه ما نجيب فارغ مش يجيب فهمت. يقول لك نعمل الحاجه اللي هي معناها اللازمة وكو فهمت اللازمة ثم شكون يعمل كتبان الزياق ويعمل لمة صغيرة ويمشي روحه فهمت. هاي بصحيح فما ما عاشت الشرط ياسر فهمتي ما عاش الشروط كي قبل وراه مش سبع ايام وسبع ليالي راهو كانت حتى اكثر حتى بنص الشهر ما كانت زاويات داخل الديار وكانت كذا والعرس في صفاق صلوا الطباع قبل بالبيان وقبل حصره وبالعوادات وكذا وبعد بدات تختلف بشويه بشويه كيما في السهريات. السهريات فهمتني ولا السهريات هم اللي ينقصوا فيها مثلا كان يعمل سهرتين وفي الصاله وفي الواحد واللي يعمل في جنان. اما مش الكل كل واحد كيفاش. برشا حوي كيما نقولوا احنا كنا ما ندخلوا كان بصياغه وما ندخلوا كان بهيك الحاجه هيك الحال تو ولا يستغنيوا على برشا حوايج المهم تعرس. عادات وتقاليد ما تنقصش. مثلا كنا قبل اللي باش يعمل عرس يلزمو يذبح البقره يلزمو يحضر البقره والحلو من على تيراس من عند مدام شكون بخلاف اللي يحل هو في الدار الخاطر دوب يبدا يحل العرس وداره تولي مقصوده. لا بتكون تحكي على العرس كاينها صفقه. والله انا ما نراش صفقه العرس. انا نرى اللي ناوي باش يعمر داره
باللي عاتي ربي. هو العرس صفقة بطبيعة الحال، ما شنو هو؟ هي صفقة، هي تربح هي تخسر، واحدة منها. العرس هو صفقة بالنسبة لي، ما شنو؟ يا تربح يا تخسر، كان ربحتها وربحت الكل، كان خسرت خسرت الكل. ثم ناس تعرس بالديون، ثم ناس تعرس بقلوث، ثم ناس تبيع أرزاق باش تعرس، فهمت؟ وبعد يكتشفوا الحقيقة مرة معناها ويضربوا في حيط صعيب برشا، معناها تولي وفيها أمور أخرى، تولي فيها وربي يصلح رأيك، فهمت؟ إن شاء الله الزواج يبعد عن المصالح، باش يكون زواج سعيد وزواج معناها يكون فيه الألفة العائلية، لأنه الإنسان باش يكون أسرة راهو. الفائدة في الهنا وكا؟ كذا لما تفاهمين الفايدة في الهنا، نحن العرب الفايدة في الهنا، فهمتي؟ فايدة في الهنا، فوالا فايدة في الهنا وفايدة في ولد العائلة اللي شريك فريمون.